القرآن والصيام، والخبر عنهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن القرآن والصيام ليشفعان. يقول القرآن: أنا أسهرت عينه، أي عين الصائم. ويقول الصيام: وأنا أظمأت نهاره. فيشفعان، أي يقبل الله شفاعة القرآن وشفاعة الصيام لمن صام وقرأ. فاستوصي أيها الصائم بالقرآن خيرا، أتلو وتدبر واعمل، واتخذ من القرآن مرآة لك. اسأل نفسك وأنت تقرأ: هل أنت أهل لأن يشفع لك القرآن؟ واسأل نفسك وأنت صائم: هل بلغ بك الصيام درجة حسن الخلق والتقوى؟ إن كان ذلك كذلك فاحمد الله واستقم، وإن كانت الأخرى لا سمح الله فجدد التوبة وأحسن المسيرة إلى الله عز وجل برضوانه. أسأل الله أن يوصلني وإياك إلى جناته بمنه وواسع رحمته ومغفرته، والله الموفق.